sessiz. يمنى انت شو شوفير؟ شو عم تراقبيني؟ ايه عم راقبك مش هالقد بدلا تنفهم يعني عم راقبك لانه عرفت انك كذاب. ايه وشفتي؟ انا شوفير لا مجوز ولا تبع مخدرات، انا شوفير مسيو نفاع صاحب هيدي الشركة وصاحب هيدي السيارة وكرمال هيك بس يطلب وراي لازم يكون عنده لو شو ما كان السبب. ليه كذبت علي؟ انا فقير كتير يمنى عايش مع امي وخي اللي انشل من بعد الحادث خي اللي نايم بتخته ما بيحرك ولا بياكل ولا بيحكي ولا شيء امي عايشه بس لتخدمه وانا بشتغل ليل نهار تحكمه ليه كذبت علي ليه؟ لانك بتكره الفقراء بتكره الناس اللي مثلي مين قال لك؟ انت اللي قلتي لي انك بتكره الفقر والمشاكل والتأثير طالع من مناخيرك مش انت اللي قلتي هيك؟ ايه انا قلت هيك بس مش معناته فيك تكذب علي مش عم صدق عن جد مش عم صدق لك انت شو انا ماشي ماشي فلي فلي مش انا فقير ومعطر وكذاب كمان احسن شي بتعمليه انك تفلي وتتركيني انت مش بس فقير ومعطر وكذاب انت مريض نفسي انه بدك علاج ليه الكذب وقرف كذب